العفة يؤجر العبد عليه إن أتى به. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. وكان يدعو النبي بالعفاف، وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف أن يعف الإنسان نفسه عن الحرام ربما تتعرض له امرأة، أو يتعرض لها رجل، أو يتعرض له ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي، وهو لا يستطيع أن يفعل تلك الشهوة بالحلال، فيعف نفسه عن الحرام ويبتعد قائلا: معاذ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله من أجره وفضل هذا العمل، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أحيانا الإنسان يحتاج أن يقضي حاجة له وغريزة جبله الله عز وجل عليها، لكن ما يستطيع، فلا المال يكفيه، وأحيانا لا يستطيع الزواج لعذر من الأعذار. ما الحل؟ مرتبة عظيمة في الدين تسمى العفة، جعلها الله عز وجل من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيبتعد عن كل ما يثير شهوته، بل أحيانا يصوم حتى يكبح جماح شهوته. ليش؟ عفة. أحيانا لا يمشي في طريق، ولا يجلس مع رفقة، ولا يذهب إلى مكان، ولا يفتح تلك القنوات، يعف نفسه عن الحرام، لأنه لو وقع في الذنب العظيم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، بل قال: لا تقربوا الزنا، فيبتعد عن كل مسبباته. من أهل العفة يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، ذلك الشاب الأعزب الذي أوتي شطر الحسن، الغريب عن بلده، الذي يعيش في بيت مع امرأة العزيز التي كانت تراوده منذ زمن طويل وتريده لنفسها، حتى جاءت فرصتها وحانت ساعتها، فطردت كل من في القصر، وغاب زوجها، وغلقت الأبواب، وتزينت وتعطرت وتجملت لهذا الشاب الأعزب الغريب الذي لم يتزوج، فجاءت إليه وقالت: هيت لك، لكنها العفة. قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أي ربه يقصد من؟ يقصد سيده، زوجها، أحسن مثواي وأكرمني في القصر، أفعل بعد هذا الذنب العظيم؟ ذنب في حق الله عز وجل، لهذا قال: معاذ الله. وذنب في حق زوجها فتذكره. هكذا أهل العفة يبتعدون عن الحرام، لا يلوثون أنفسهم ولا أجسامهم ولا أجسادهم، حتى سمعهم، حتى أبصارهم لا يلوثونها في الحرام. أهل عفة. كان النبي يدعو ويسأل الله عز وجل ذلك العفاف. العفاف ليس فقط عن الزنا والشهوات، العفاف أحيانا يكون حتى بالمال، أن يعف الإنسان نفسه عن أكل وأخذ الحرام، بل حتى أحيانا بعض الفقراء يتظاهرون بالغنى، يعفون أنفسهم عن الصدقات، يعفون أنفسهم عن قاذورات الناس مما يعطونهم إياها. ولهذا وصفهم الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.